طيب الحلوين اليوم اجيتكم بفيديو مفرح وراح تضحكون هوايه وراح تتونسون هوايه. اليوم راح نشوف منو الشاطر بين نجوى وازدهار. هم اثنين خوات، هاي مرتي وهاي اخت مرتي، فراح نشوف منو الشاطر بيهم وراح اسالهم اسئله ونشوف ياهل يجاوب ونشوف شطارتهم ذكائهم. اذكياء مو اذكياء، نص ونص. هسه راح ابدي انا محضر الاسئله هنا بالتليفون، طلعتها طبعا يكون سهله الاسئله بالتليفون مالتي مطلعها، وراح ابدي اسالهم هاي الاسئله. هم يعني هو السؤال لكم الاثنينكم، وشوف ياهو عندكم 20 ثانيه لتجاوبون على السؤال، 20 ثانيه فقط. أيه. مو اكثر. زين 20 ثانيه. اي يعني نبدي شوية. السؤال يعني السؤال يقول هسه لازم نحكي السؤال. السؤال يقول 20 ثانيه هوايه. أيه. هو 20 ثانيه. أيه هوايه يعني. لا لا مو هسه على اساس قد شطار انتم. قد شطار اوكي 20 ثانيه. لحظه. اوكي من هو الذي ينام مرتديا حذاءه لا يفارقه؟ الحصان. شنو؟ الحصان. انت غير تعطينا اختيارات. ماكو اختيارات هي. شنو؟ اي 20 ثانية. من اي؟ الحصان. الحصان. صحيح. زين. هسه نجوى عندها نقطة، أنت ما عندك. يعني عرفت أنت ذكية، أنا منو ذكية؟ ما عدنا سبقي راح نشوف. زين، السؤال الثاني، ما هو الشيء الذي نرميه بعد العصر؟ 20 ثانية. بعد العصر شنو يعني؟ ما هو الشيء الذي نرميه بعد العصر؟ العصر العصر العصرية. ما هو الشيء الذي نرميه بعد العصر؟ العصر سوري العصر العصر يعني نومي حامض. نومي حامض يعني قريبين. العصر مو العصر يعني العصرة. عصر شنو قلتي؟ نومي حامض. وانت هم قلتي نومي حامض؟ هذا سؤالي. هو السؤال الاثنين 20 ثانية حتى نعرف من يقول هو يعني قريبين. هي البرتقال. ايه البرتقال هي لأن نعصرها ونظر نمشيها. أخت النومي. أخت النومي. هي لعب ضياع. أوكي السؤال اللي بعده. أوكي هسه عندكم هم 20. ما هو الشيء الذي تراه بالليل ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة؟ 20 ثانية. ما هو الشيء الذي تراه بالليل ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة؟ الألف. يلا 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 20 ثانية. 20 ثانية. ماكو خيارات. ما هو الشيء الذي تراه بالليل؟ ما هو الشيء على نجوى قمر. شنو هو القمر؟ ما هو الشيء الذي تراه بالليل ثلاث مرات وفي النهار مرة واحدة؟ اه بالليل وبالنهار. الألف. حرف الألف. شنو؟ بيها حرف. بيها حرف اللام. حرف اللام. حرف اللام. صح. هاينا انا تذكرت. انت تظلي تذكري وهي تحل الاسئله. انا قلت اول مره الف بعد الحرف. يعني الفكره عن الفكره بالحرف. هي تحل المساله وهي تظل تفكر. انا اثنين وثلاثه. ما تسجل. لا صدق اجوب بسجل. هسه نقطتين نجوى. اوكي. السؤال الثالث. اوكي. نمبر 3. يلا. اوكي. يسير بلا رجلين ولا يدخل الى بالاذنين. يسير بلا رجلين ولا يدخل الا بالاذنين. اي شنو؟
شنو هذا؟ 20 ثانية. تليفون، سماعة، شنو؟ أعطينا يعني. ماكو ماكو أعطيكم. الصوت الصوت الصوت. يسير بلا رجلين ولا يدخل إلا بالإذنين. الصوت الصوت يعني؟ 20 ثانية صح لا لا بعد 20 يعني ثانية ما اعرف هذا هو الصوت قولوا احجوا الصوت ما عنده رجلين يجي يمشي يدخل صح آه. آه. هسه نجوى نجوى نقطتين نقطة خطية وازدهار نقطة صح انتم مو انا جاي احط التايم على مود اوكي يلا اي بعده هسه نتحول الى السؤال 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 الرابع السؤال الرابع السؤال الرابع هسه نبدي بالسؤال الرابع يلا احنا حاضرين من الذي يرى عدوه وصديقه بعين واحد من الذي يرى عدوه وصديقه بعين واحد وحده يعني. الأبرة عندكم 20 ثانية أوكي الأبرة وأنت شنو قلتي الدبوس هو دبوس أبرة مو الأبرة تختلف عن الدبوس الدبوس تختلف عن الأبرة الأبرة بها فتحة والدبوس ما بي فتحة هسه شنو الأعور الأعوار اوكي هسه اعطيكم ما عرفتوها اوكي هسه السؤال الخامس اعتقد ما هو الشيء الذي ان غليته جمد ما هو الشيء الذي ان غليته جمد هذا يلا غليته جمد اي ما هو الشيء من تغلي يجمد باس باس طبعا هذا هذا السؤال اسهل سؤال اسهل سؤال بالكون كله غليته يجمد فشي تغلي يجمد شنو يعني شنو البيضه اه صحيح اذا نغلي يجمد يا الله هذا هاي راحت عليكم نسوي زين السؤال وراء احنا لازم نقلي هاي مكسره هسه السؤال اللي وراء ما هو الحيوان الذي يحك اذنه بانفه الفيل هسه خلي يشوف الجواب هي قالت الفيل وانت انا اقول الفيل هي انت هم الفيل الفيل صحيح الفيل اوكي هسه السؤال اللي ورا هسه انتوا ثلاثة باثنين اوكي انت ثلاثة وهي اثنين ثلاثة بس اي ما هو الشيء الذي كلما كثر لدينا غلى وكلما قل رخص ما هو الشيء الذي كلما كثر لدينا غلى صار غالي وكلما قل صار رخيص يلا شطارة وانتو كثر غلى كل ما يكثر يغلى وكل ما يقل يرخص فالجواب تك 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 ماكو خيارات لا رسبنا شنو العقل العقل كلما يقل يرخص كل ما يكثر العقل يا عيني يعني كل ما يكثر شنو واحد يصير يعني عقل يعني غلى ما مقبول هذا ابدا هذا مقبول السؤال اوكي ما السؤال اللي وراء ما هو الشيء الذي يوجد في وسط باريس برج ايفل خل كمل السؤال أسألتوا هذا شطارة عرفتوا شطارة يلا خلينا نشوف هسه هذا سؤالكم صحيح أنتوا شطار لو مو شطار خلينا نشوف الشاطرة نجوى والشاطرة ازدهار حرف الراء أنا كنت هسه إذا أقول أنا بيها قلت هاي أكيد هم بيها اللغز هذا يمكن قلت بيها حرف ولا فتشي شنو كان السؤال؟
نزلت السؤال. الشيء الذي هو في اوكي وسط باريس مع بشيء. ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ هذا هم من حرف اللام. ما هو الشيء الذي ينبض بلا قلب؟ تك 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 شنو؟ أسئلة صعبة دايما يا حسن اليوم. جيناكم هاي الساعة وانتي تنبض بلا قلب. الساعة صحيح. الساعة عافية. هاي نجوى صار عندها أربعة. أربعة. لا عاد يقولون أنت شاطرة. جائزة شنو؟ الجائزة ساعة. زين هسه نجوى أربعة وازدهار اثنين. شنو طريشة بارتش شوية؟ ازدهار شاطرة. خليني نشوف. أوكي. مو مستواية. هاي شلون؟ زين هسه انت اوكي هسه انت وياها انت سأليها سؤال ولازم هي تجاوب عليه وهي تسألك سؤال لازم انت تجاوبين عليه. ليش شنو اسالها؟ سميلي اسماء ثلاث مطربين. ها اعطيني اسماء ثلاثة مطربين. انا سألتك. جاوبي. شوف شوف شلون اثنين. انت تسالني انا بعدين شلون اثنين يبا انطيك ايه اوكي مايكل جاكسون جينيفر لوبيز سيلين ديان. يس هسه انت سالني. هسه انا اسالك سأليها اعطيني اسماء ثلاث ستورات مال ملابس بامريكا. هنا بامريكا ايه ميسيز اها كولز يا You lost, you have 5 seconds. شلون ما تعرفين؟ لحظة 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 انا مقدم البرامج اشو قال اخذوني حاصل فاصل وانا مقدم البرنامج انا انسحب من هذه المنافسة. انا قلت لكم سألوا نسيت بعد راح يعني راح ارجع الى مقدم البرامج. شوفوا بعد تقديم هذا البرنامج المشوق بين اختين نص ونص مو شاطرتين ومو شاطرتين فتم نجاح نجلة وتم رسب ازدهار لا لا 4-2 متعادلتين لا 4-2 لا لا انت فاز 4-2 اوكي الساعة وين الساعة؟ فقررنا على ان لا نعطي جائزة لاي واحد منهم. لا قررنا بهذه المناسبة بهذه المناسبة سوف ننهي برنامجنا بأسرع وقت ممكن لفضل المشاكل بين الأختين على الأسئلة هذا فأرجو من جميع أصدقائي ومحبيني في اليوتيوب خلي يسوون على هذا الفيديو لايك شير سبسكرايب اقطع